التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء برجل الأعمال والسياسي الأمريكي البارز مايكل بلومبرج، وذلك على هامش مؤتمر المناخ بشرم الشيخ. وتم خلال اللقاء مناقشة مقترح عقد مؤتمر ترويج للفرص الاستثمارية بمصر في إبريل أو مايو من العام القادم، مع الاستفادة من خبرات مؤسسة بلومبرج في الترويج للحدث واستقطاب كبريات الشركات العالمية لحضور المؤتمر المزمع عقده. عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع الشركاء والرعاة الرئيسيين لقمة المناخ COP27، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ. وحضر الاجتماع السفير أشرف إبراهيم منسق وزارة الخارجية لقمة المناخ. التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالسيد عبد الله مايجا القائم بأعمال رئيس وزراء مالي، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر المناخ COP27. وأكد رئيس الوزراء حرص مصر على تعزيز العلاقات مع مالي ودعم وحدة أراضيها، وكذلك دعم مصر للجهود التي تبذلها مالي لمكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة وكل أشكال العنف. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الأربعاء انخفاض في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.